هل ستغير فكرتك عني إن علمت أني طفلة جدا، وأني لست كما يبدو علي، وأن الهدوء ظاهر في الصور ما هو إلا ظاهرا، وأن الذين يعرفونني حق المعرفة يدركون أني عكس ذلك تماما، وأن دموعي قريبة جدا، وأني أعاني من حساسية مفرطة، وأني أتعمد أحيانا نطق بعض الكلمات بشكل خاطئ على سبيل المزاح ليس إلا. فستغير فكرتك عني إن علمت أني أمشي حافية القدمين بالمنزل ولا أجد في الأمر شيئا خارقا للطبيعة أو مشين، وأني إلى فترة قريبة كنت أنعت نفسي بالفاشلة، وأني أطور ذاتي من أجل نفسي، وأن خيالي واسع جدا، بل أني أحيانا أبكي وأبكي إن جال بخيالي أمر محسن. ستغير فكرتك عني إن علمت أني لا أرتدي كل ما هو على الموضة، وأني لا أرتدي إلا ما يليق بي، وليذهب الجميع إلى الجحيم، وأني دائمة التفكير في النهايات عند أول خطوة من البداية، وأني أفطر أولا ثم أغسل أسناني وليس العكس. أن تجد شخصا لينا لا يقسو في العتاب ولا يطيق الخصام، لا يسيء الظن بك ولا يستبدلك سريعا أو يمل من أحاديثك اليومية المتكررة. أن تتعثر بشخص لطيف الكلمات يداعبك بالكلمات الجميلة بين كلماته العادية، يهتم بأدق تفاصيلك، يعرف الفرق بين ضحكتك الكاذبة والمزيفة، يتبهى بإنجازاتك مهما كانت بسيطة، يدعمك وأنت تركض نحو أحلامك، يشد بيدك قبل أن تغرق في الوحل، وحين تشعر بالحزن يفعل كل شيء لإسعادك. شخص يفهمك حين تتعب من قسوة الحزن، يسمح لك بالانهيار والبكاء أمامه دون خجل أو حرج، يطمئنك، يحتويك في أشد لحظات وحدتك وحزنك. أن تتعثر بشخص يدافع عنك دائما أمام الجميع، يحارب لأجلك، لا يستسلم بسهولة ولا يتنازل عنك، ويتقبلك بكل ما فيك من مساوئ أو عيوب، ليراك حملا أو عبئا عليه مهما اشتدت الحياة عليك. تجد في حياتك شخصا واحدا يكتفي بك عن العالم. أن تتعثر بشخص يحبك كما تستحق ولا يخون حبك يوما. سعيدة جدا ببساطة في رؤية الأشياء، سعيدة بما أنا عليه الآن، بسعادة المفرطة بالتفاصيل الصغيرة، بابتسامة التي لا تفارقني أينما كنت، بحزن البائس البسيط الذي لا يؤذي أحدا أبدا، بحب الصادق العميق الذي حين شاء القدر أن يؤذي لم يؤذي سواي. سعيدة جدا بدموع التي تعبر عن أكثر من شعور، عن الحزن والسعادة والتضامن والحب والوفاء والاشتياق ومئات آلاف المشاعر الأخرى. سعيدة جدا أنني لو لم أكن أنا لتمنيت أن أكونني. أتعجب من قدرتي على التجاوز. أنا شخص لا يحب البكاء على الأطلال، وأميل للحقيقة حتى لو كانت مرة. لا أسارع بالتخلي، ولست الطرف الذي ينسحب أولا، لكن بمجرد ما ألمح وميض الحقيقة وأعرف أنه لا فائدة، فأنا أذهب فورا وأتجاوز الأمر في لحظته ولا أتأخر عن فعل ذلك أبداً.